السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معكم مهندس أحمد. تكمل الرياضيات صف التاسع، وصلنا لدرس الكرة. وصلنا للتمرين الثالث. يقول لك تمرين ثالث، يقول لك تمرين ثلاثة، يقول لك في كل من الكرات الآتية والمعطي مساحاتها، أعطيك المساحة السطحية، المساحة السطحية تساوي 616 سنتيمتر مربع، وباقي الكرة الثانية المساحة السطحية تساوي 154 سنتيمتر مربع. اعتبر باي تساوي 22 على 7، وأوجد مقربا لأقرب وحدة. ألف، طول نصف القطر. مطلوب الثاني الحجم. فاحنا بنجيبوا الكرة واحدة، خلينا ناخذ الكرة الأولى اللي هي أعطيك المساحة السطحية بتساوي 616. نبغى نجيبوا شنو؟ طول نصف قطر والحجم. كويس، اعطيك المساحة السطحية تساوي كيف؟ فنحن نعوضه بقانون المساحة السطحية. المساحة السطحية للكرة، المساحة السطحية للكرة تساوي 4 باي نق تربيع. المساحة السطحية اعطيها لك 616، بامكاننا نجيب نصف قطر. 616 تساوي 4، قال لك الباي اعتبرها 22 على 7، في نصف قطر التربيع اللي هو نبوه، صح ولا؟ كيف نجيب نصف قطر؟ نفس ما قلنا في الدرس السابق، بإمكاني نتفكوا من هادو كلهم عن طريق نقسم على هذا كله، نقسم على هذا، أو شنو ندير؟ أو خلينا نقسمه كله على بعضه، نقسمه هذا كله على شنو؟ 4 في 22 على 7. هني نقسمه على 4 في 22 على 7، تمشي الأربعة مع هذه وهذه تمشي مع هذه، تقعد لك نصف قطر تربيع يساوي 616 عفوا على 4 في 22 على 7، تطلع لنا نصف قطر تربيع. إذا 616 على، نفتح قوس بسط المقام، 4 في 22 على 7، ونسكر القوس. إذا نصف قطر تربيع يساوي 49، نصف قطر تربيع يساوي 49. إحنا نبو نصف قطر، ناخذ جذر التربيع للطرفين، تمشي هذه مع التربيع. إذا نصف قطر شنو يساوي؟ جذر 49 اللي هو 7 سنتيمتر. طلعنا نصف القطر، طلعنا المطلوب الأول طول نصف قطر. تو نبو الحجم، الحجم شنو يساوي؟ حجم الكرة يساوي 4 على 3 باي نق تكعيب. الحجم يساوي 4 على 3، الباي شنو تساوي؟ عطيها لك، عوض بها، قال لك ب 22 على 7. في نصف قطر تكعيب، طلعنا نصف قطر 7، إذا 7 تكعيب. ناخذ الحاسبة. إذن 4 على 3 في 22 على 7 في 7 تكعيب، يطلع الناتج بيساوي 1137.3. إذن الحجم بيساوي 1437.3 سنتيمتر مكعب. وهذه هي بكل بساطة، طلعنا طول نصف قطر بمعلومية المساحة السطحية. بعد ما طلعت نصف قطر نجيب الحجم كيف درنا توا. وهذه هي إجابة السؤال. انتوا جاوبوا اللي بعدها، هذه جاوبوا المطلوب با. تمام، ننتقل للسؤال اللي بعدها اللي هو السؤال الرابع. السؤال الرابع شو يقول؟ قال لك كرة من الرصاص طول
نصف قطرها 6 سنتيمتر، صهرت وحولت إلى 216 قذيفة كروية متساوية. باهي قذيفة كروية متساوية. ألف، احسب حجم كرة الرصاص بدلالة باي. ب، أوجد طول نصف قطر القذيفة الكروية. تمام. أول شيء قال لك احسب حجم كرة الرصاص، أعطيك كرة من الرصاص طول نصف قطرها يساوي 6 سنتيمتر، معناها نصف قطر كرة الرصاص يساوي قداش؟ 6 سنتيمتر. يبي حجم كرة الرصاص، شنو يساوي الحجم؟ حجم الكرة، حجم كرة الرصاص الحجم شنو بيساوي؟ بيساوي 4/3 باي ناق تكعيب، اعطيك نصف قطر 6، اذا نعوده مباشرة هنا تساوي 4/3. قال لك بدلالة باي، معناها الباي خليها زي ما هي، في الباي في نصف القطر اللي هو 6 تربيع، 6 تكعيب لان حجم. اذا 4/3 في 6 تكعيب 288، اذا النتج بيساوي 288، وما ننسوش الباي، ما ننسوش الباي، باهي بالسنتيمتر مكعب. هذا حجم كرة الرصاص. نمشي المطلوب اللي بعده، اوجد طول نصف قطر القذيفة الكروية. كويس، قال لك الكرة الرصاص هذه صهرت وحولت الى 216 قذيفة كروية. باهي قال لك كرة الرصاص هذه اللي حجمها هكي، حجم كرة الرصاص صهرت وحولت الى 216 قذيفة كروية، فقال لك اوجد طول نصف قطر القذيفة الكروية. نبو نجيبه نصف قطر القذيفة الكروية. ممتاز. أول شيء باش نجيبه نصف القطر لابد ما نجيبه حجم القذيفة الكروية. ممتاز، لكن هو عطيك احنا طلعنا حجم كرة الرصاص، فاحنا نبو نجيبه حجم القذيفة الكروية، بإمكاني بعدها نجيب نصف القطر، فبنجيب حجم القذيفة الكروية. قال كرة الرصاص هذه حولت الى 216، معناها شنو بتساوي؟ بتساوي حجم كرة الرصاص مقسوم على قداش؟ مقسوم على 216. باش نطلعوا واحدة بس، احنا بطلعوا حجم قذيفة كروية واحدة، فبتساوي حجم كرة الرصاص الكلية هذه نقسموها على عدد الكور اللي هي 216 قذيفة كروية. اذا حجم القذيفة الكروية تساوي حجم كرة الرصاص شن بتساوي؟ 288 باي اللي طلعناها من بدري شوية على 216، ونطلعوها 288 تقسيم 216 تساوي 4/3 باي، تساوي إذا حجم القذيفة الكروية تساوي 4/3 باي. 4/3 باي، خلينا نصلح دقيقتين شوية بس لأن تعبت. تساوي 4/3 باي، طلعنا حجم القذيفة الكروية. ممتاز، خلينا نعاوده من جديد. قالك أوجد طول نصف قطر القذيفة الكروية. أول شيء نجيبه حجم القذيفة الكروية بمعلومية حجم كرة الرصاص، لأن كرة الرصاص حولناها ل 216 قذيفة كروية، كرة الرصاص حولناها ل 216 قذيفة كروية، احنا نبغى حجم القذيفة واحدة بس، معناها بتساوي حجم كرة الرصاص مقسوم على عدد القذائف الكروية، طلعنا حجم القذيفة الواحدة، الكروية الواحدة، طلعت بتساوي 4/3 باي.
كويس. تو نقدر نجيبه طول نصف قطر القذيفة الكروية. إذا حجم من القانون متاع الحجم، حجم القذيفة الكروية من اسمها قال لك قذيفة كروية على شكل كرة، شن حجم الكرة؟ 4/3 باي نق تكعيب. طلعنا حجم القذيفة الكروية شن بتساوي؟ بتساوي 4/3 باي. حجم القذيفة الكروية طلعنا 4/3 باي، تساوي 4/3 باي في النصف قطر تكعيب. تمشي الباي مع الباي، تمشي 4/3 مع 4/3، إذا نصف قطر تكعيب شنو يساوي؟ نصف قطر تكعيب يساوي 1، جدنا 1 هنا. إذا نحن بيجيبوا نصف قطر ناخذ جذر التكعيب للطرفين، تمشي هذه مع التكعيب وجذر التكعيب الواحد بيساوي 1، بإمكانكم تشوفوها بلا حاسبة. إذا نصف قطر بيساوي 1 سنتيمتر. وهذه هي إجابة السؤال. نتمنى تكونوا قد استفدتوا معي في هذا الدرس، على من لقاكم في درس قادم بعون الله تعالى. شكرا جزيلا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.